في مباراه ناريه بيحضرها كده جمهور الاهلي وجمهور غزل المحله بيشعلوا المدرجات. جمهور غزل المحله النهارده بيهتف وبيستقبل لعيبه الاهلي بهتافات توت 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 اهلا بكم في استاد الموت. وجمهور الاهلي بينهي يعني مباراته قدام غزل المحله بهتاف قول حاحا قول حاحا انا متكيف بصراحه. خليني اقول لكم كواليس اللقاء الناري جدا واللي سخن جدا 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 في اخر خمس دقائق كده من الوقت بدل الضايع. يعني من البدايه النهارده كان في لقطات محترمه جدا من جماهير المحله وجماهير الاهلي اللي بدأوا من اولى اللحظات كده وهم بيهتفوا للاعبتهم. جمهور المحله بيهتف للاعبته بشكل قوي جدا من قبل بدايه المباراه, وده برده اللي بيعمله جمهور الاهلي اللي بيستقبل كل لاعبته بهتاف وتسقيف حاد من قبل بدايه المباراه. النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص في لقطه محترمه جدا كده اللي هو يروح ويدي ويسلم على احد يعني مشجعي الاهلي من ذو الهمم اللي كانوا متواجدين في ارضيه الملعب, واللي بدا على طول الكابتن سيد عبد الحفيظ يتوجه ويسلم عليه كده ويديله الجاكيت الخاص بيه. لكن خليني اقول لكم برده اللي اكتر حد من لاعيبه الاهلي بقى اوفا وعلي لطفي واكتر من حد من لاعيبه الاهلي بداوا يروحوا ويتوجهوا ويلتقطوا الصور التذكاريه مع يعني المشجع الاهلاوي دوت اثناء تواجده في ارضيه الملعب. مستر موسيماني كان حريص اللي هو يروح ويسلم عليه قبل الملعب كده ويطيب بخاطره اول لما ناداله اثناء توجهه للدكه. لكن خليني اقول لكم بقى واكلمكم على كواليس اللقاء الناري جدا واللي الجمهورين ما بطلوش هتافات فيهم, سواء جمهور الاهلي او جمهور غزل المحله اللي طول اللقاء بيهتفهم وبيسقفوا وبيدعموا فرقهم كده بشكل قوي جدا. النهارده كابتن عوده من طول على طول المباراه كده واقف وبينادي على لعيبته وبيحفزهم من الوقت للتاني. باين بقى الاعتراض وبان الغضب القوي جدا على دكه الاهلي اول لما بدا مستر موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ ضربه بركله جزاء, وبدا على طول يقفوا كده وينادوا الحكم ويتكلموا مع الحكم الرابع ويقولوا له يعني يا ريت الحكم يروح للفار. كان في انفعال وغضب قوي جدا باين على دكه الاهلي, وده بقى اللي تحول من الانفعال للسعاده اول لما جاب الاهلي الجون الاول ليه, واللي بدا الكل يحتفل ويعني ويظهر عليه السعاده بشكل كبير جدا وبدا كل اللعيبه تحتفل الا الكابتن سيد عبد الحفيظ بدا يتوجه ويروح ويتكلم برده مع حكم الرايه اللي خلى بقى على طول حكم الساحه كده بدا يتوجه للكابتن سيد عبد الحفيظ ويطالبه بالهدوء ويطالبه اللي هو ما يعترضش كتير واللي هو يعني يقعد وما يتكلمش كتير خالص. ده بقى بعد الجون الاول للاهلي بدقيقتين مفيش, بدا على طول دكه غزل المحله ينتقل عليها هي كمان الاعتراض القوي جدا لانهم كانوا شايفين اللي هم ليهم ركله جزاء, بداوا يوقفوا ويزعقوا يعني يتكلموا مع الحكم بشكل قوي, وبدا على طول الحكم الرابع يتوجه لهم ويطالبهم كده بالهدوء. الدنيا كانت شاده جدا سواء على دكه الاهلي او على دكه غزل المحله. جمهور بقى الغزل هو اللي كان بيتفاعل بشكل مستمر وهو اللي كان بيهتف بشكل قوي جدا وبشكل مستمر لكل لعيبته. لكن خليني اقول لكم اللي فيه اكتر من حد كده من جمهور غزل المحله كان بدا يروح ويقف كده يحاول يناغش في الشناوي ويحاول يخرجه عن اللقاء وينادوا له اكتر من مره, وده اللي كان بيخلي الشناوي يتجه بعيد شويه عن الجماهير ويطلع لنص ملعب او للاتجاه كده الدكك عشان ما يبقاش في حد من الجماهير حواليه. الدكتين كانوا مشدودين وكان باين بقى القلق والتوتر على دكه غزل المحله اللي باين بقى على الكابتن عوده في اللحظات الاخيره كده من الشوط الاول. الانفعال القوي جدا بدا يزعق لاكتر من حد من لعيبته وبدا يتكلم معاهم بشكل قوي جدا, واول لما انتهى الشوط الاول كان باين وهو خارج كده اللي هو متضايق جدا من يعني من عدم التنفيذ تعليماته بشكل كامل. لكن خليني اقول لكم اللي كان فيه غضب قوي جدا جدا بقى من جمهور غزل المحله اول لما انتهى الشوط الاول ضد حكم اللقاء اللي بداوا يهاجموه وبداوا يعني يهتفوا ضده بشكل كبير جدا, وبدا احد اداري غزل المحله كده يقول لهم يعني صفروا للحكم اثناء خروجه وبدا يبص لهم كده ويطالبهم بالتصفير للحكم. يعني كان باين الغضب على جمهور غزل المحله. الشوط الثاني بقى كان هو شوط التركيز وكان شوط الشد القوي جدا, لكن اول بقى لما جاب الاهلي كده الهدف الاول ليه سعاده هستيريه عند كل دكه الاهلي الثاني ليه يعني سعاده هستيريه على كل دكه الاهلي اللي احتفلت بشكل قوي جدا وبدات بقى يعني تحتفل مع لاعبيها وبدات تهتف لكل لاعبيها. النهارده الاحتفال بتاع الاهلي كان بيواجهه بقى اعتراض قوي جدا من دكه غزل المحله اللي كانوا شايفين ان الكوره من الاول من قبل الهدف كده فاول, وبداوا يعترضوا كتير وبدا اكتر من حد من دكه الغزل يقوم ويتكلم ويعترض. الكابتن عوده كان بيتكلم مع الحكم وكان بيقول له يعني الكوره فاول, اعترضوا كتير جدا. لكن خليني اقول لكم ان الوضع الى حد ما كان باين بقى القلق على دكه الاهلي اللي كان مستر موسيماني من الوقت للتاني بيروح ويبدا يجيب اكتر من حد من لعيبه الاهلي ويبدا يدي لهم تعليمات خاصه كده. لكن في لقطه يعني مضحكه كده بدا اكتر من حد سواء رامي ربيعه او يعني وليد سليماني يدخلوا في وصل الضحك كده اثناء تواجدهم او اثناء وقوفهم على الخط مع حكم الرايه بسبب احد لعيب غزل المحله اللي قبل ما الكوره ترجع او تطلع بره بدا احد صبيه الملاعب كده يرمي له كوره, وده اللي خلاه بقى خد الكوره على طول والكوره كانت لسه في الملعب يعني ما طلعتش اوت, وده اللي خلى رامي ربيعه يدخل في وسط الضحك هو ووليد سليمان مع الحكم الرابع. لكن خليني اقول لكم الوضع اتغير خالص بقى اول لما غزل المحله جاب الجول الاول ليه, واللي بدات السعاده والارتياح القوي جدا يظهر على كل مسؤولي غزل المحله وعلى كل دكه غزل المحله. احتفلوا بشكل كبير جدا وبدا جمهور الغزل يحتفل بشكل قوي جدا, وبدا بقى الغضب
الغضب والانفعال القوي جدا يظهر على مستر موسيماني اللي بدا على طول بقى يقف مع لعيبه الاهلي كده ويتكلم للدكه ويقول لهم اللي ازاي يعني دخل وسط يعني الدفاع كده وبدا يعني يراوغهم وبدا على طول يظهر على مستر موسيماني الانفعال والغضب القوي جدا بعد جون غزل المحله. بدا بقى جمهور الاهلي يهتف بشكل كبير ويدعم لعيبته بشكل قوي جدا، هتافات مستمره وقويه جدا. لكن خليني اقول لكم النهارده كان باين بقى الحزن القوي جدا جدا النهارده على حسام حسن الاول لما تم تغييره كده، كان باين اللي هو متضايق جدا وكان باين اللي هو زعلان جدا. على طول محمد شريف راح وبدا يحضنه وبدا يسلم عليه كده اثناء تبديله واثناء خروجه، اكتر من حد من لعيبه الاهلي بدا يروح له وبداوا يسقفوا يسلموا عليه يعني وبداوا يهدوه كده. كان باين الحزن على حسام حسن اللي بدا يدخل بقى في وصله بكاء كده على طول بعد ما بدا يقعد على الدكه، كان باين اللي هو ماسك ركبته وكان باين اللي هو زعلان وكان باين اللي هو يعني مش عاجبه او متضايق جدا من اصابته، كان باين عليه البكاء القوي جدا. لكن خليني اقول لكم اللي على طول اكتر من حد كان بيحاول يعني يسلم عليه كده ويحاول يهديه بسبب حاله الحزن اللي كانت باين عليه. اللحظات الاخيره بقى هي لحظات الشد القويه جدا، كل الدكك واقفه سواء دكه غزل المحله او دكه الاهلي، دكه غزل المحله بتقف وبتتفاعل بشكل مستمر، جمهور غزل المحله بيهتف بشكل قوي جدا، جمهور الاهلي بيهتف بشكل مستمر. لكن اللحظات الاخيره بقى كانت هي لحظات الشد العصبي على جمهور الاهلي اول لما المحله قدرت انها تخطف هدف التعادل كده في الوقت الثاني في الدقيقه الثانيه كده من الوقت ما بدل الضيع، هتافات وفرحه هستيريه عند كل يعني جماهير غزل المحله اللي بدات تفرح واللي بدات تحتفل واللي بدات ترقص في المدرجات، وكان باين عليهم السعاده وكان باين عليهم الاحتفال القوي جدا وبداوا على طول يحتفلوا بشكل قوي جدا وبدا كل دكه غزل المحله تحتفل. الكل كان بيحتفل بسبب الكون القاتل كده اللي احرزه غزل المحله واللي تعادل فيه مع الاهلي في اخر دقيقتين. لكن خليني اقول لكم اللي كان على طول بقى جمهور الاهلي بعدها بثواني بدا يهتف بشكل قوي جدا، لكن الوضع بقى اتغير نهائيا اول بقى لما قدر الاهلي من كره ثابته كده يحرز الهدف الثالث وحدف هدف يعني هدف الفوز كده في اخر لحظات الشوط الثاني واخر لحظات الوقت بدل الضيع، وده اللي خلى بقى مستر موسيماني عمل سبرنت كده في ارضيه الملعب وبدا ينزل ويجري ويدخل لارضيه الملعب هو وكل دكه الاهلي عشان يحتفلوا مع لعيبه الاهلي بالهدف القاتل اللي جابوه في غزل المحله يعني في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضيع. الكل بيحتفل، الكل باين عليه السعاده، مستر موسيماني على طول بدا الحكم الرابع يطلع وينزل كده ارضيه الملعب ويطالب كل لعيبه الاهلي بالخروج من الملعب، السعاده ظاهره على الجميع، الكل بيحتفل بشكل قوي جدا، جمهور الاهلي بقى اشعل المدرجات كده بالهتافات، كله بيهتف وكله بيرقص وكل بيحتفل بشكل قوي جدا. يعني ما كانش مصدقين كده يعني اللي كله بالاهلي بيغير وبيقلب الطاوله كده في اخر لحظه بعد عم الغزل جاب جه في جون مفيش دقيقه والاهلي بيحرز هدف الفوز، صدمه على كل جمهور غزل المحله اللي فضل واقف مش مصدق الهدف كده اللي جه من كوره ثابته. على طول بقى الكل بيحتفل، الكل بيهتف، الكل بيرقص في كل مدرجات النادي الاهلي. لكن خليني اقول لكم اول بقى لما انتهى اللقاء كل جماهير الاهلي احتفلت بشكل قوي جدا، بدا على طول كل اللعيبه وتنزل وتسقف وتسلم على بعض بعد نهايه المباراه. كان في بقى احد مشجعي النادي الاهلي كده من ذوي الهمم اللي كان بيلتقط مع اللعيبه الصور التذكاريه بدا ينزل من ارضيه الملعب وبدا يتوجه للاعيبه الاهلي عشان يسلم عليهم وعشان يلتقط معاهم الصور التذكاريه، وبدا على طول الشناوي يروح له ويلتقط معاه الصور التذكاريه. سعاده قويه جدا على كل لعيبه الاهلي اللي بدا على طول اللعيبه كلها تحيي الجمهور، وبدا وليد سليمان كده يروح ويطالب الجمهور بالتشجيع اكتر اثناء خروجهم كده لغرف الملابس، كله بيرستاو وكل لعيبه الاهلي بتروح وبتحتفل مع جمهور الاهلي وبيحييهم كده بعد نهايه المباراه. يعني سعاده قويه جدا بتظهر على كل لعيبه الاهلي وعلى كل جمهور الاهلي بعد الفوز القاتل اللي بيحققوه النهارده على نادي غزل المحله في اللحظات الاخيره، والمباراه كده اللي بتشتعل بشكل قوي جدا في اللحظات الاخيره ما بين غزل المحله وما بين الاهلي. بنقول النهارده لكل جماهير الاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه قدام غزل المحله بنتيجه 3-2، وهارد لك لكل لاعيبه غزل المحله وكل جماهير غزل المحله. ويعني انتظروا بعد الحلقه كل الهتافات اللي هتفها سواء جمهور الاهلي او سواء جمهور غزل المحله النهارده في المباراه، واللي بداوا يشعلوا بيها اجواء المباراه، واللي كانت يعني مباراه حماسيه جدا ومباراه قويه جدا ما بين فريقين كبار جدا في او على مدار الدوري المصري.